هما ودلوقتي خلونا نبدا مع حضراتكم بتقرير بيقول لك او ابلكيشن بيقول لك اللي بيعرفنا اخبار الشوارع والزحمه والطرق والحاجات اللي احنا اليومين دول الحمد لله اجازات والحمد لله الطرق بتبقى سالكه وماشيه كويس. هنبدا مع حضراتكم حالا من كوبري اكتوبر، وزي ما انتم عارفين طول ما العلامه حمراء هي الطريق زحمه، ولو خضراء الطريق بيبقى ماشي كويس. احنا دلوقتي على كوبري اكتوبر من مدينه نصر للمهندسين جميل. كوبري اكتوبر من المهندسين لمدينه نصر سالك. كوبري 15 مايو من المهندسين لوسط البلد شغال. كوبري 15 مايو من وسط البلد للمهندسين كويس. نروح لصلاح سالم وبيقول لك من المطار للكورنيش ماشي. صلاح سالم من الكورنيش للمطار شغال. اما المحور من الشيخ زايد للمهندسين بيتحرك. والمحور من المهندسين للشيخ زايد جميل. ولو مش جميل احنا ممكن نتضايق، يعني احنا بس اللي نزلنا، احنا بس اللي ممكن نعمل يعني زحمه في الطرق. خلينا نقول نبشر الناس كده الجميله اتفرج عليها النهارده اللي صاحيين بدري، الطرق جميله جدا جدا. حاولوا تنزلوا بجد والله، يعني حاولوا طالما النهارده يوم اجازه حاولوا تنزلوا كده تاخدوا الولاد او العيله بتاعتكم وتروحوا حتى مكان، مش لازم تروحوا اماكن غاليه، مش لازم تكونوا تروحوا اماكن يعني فظيعه قوي، لا حتى حبه بالنهار كده بعد ما الشمس تروح الحقوا. يعني طبعا انتوا مش هتلحقوا دلوقتي، خلاص الشمس من 12 ل 3 بتبقى صعبه، ممكن تنزلوا بعد الظهر شويه كده فسحه بسيطه، روحوا جنينه هاديه، يعني روحوا حاجه كده يبقى تغيير، يحسوا بالاجازه بس يتمشوا بس شويه، المهم ان هم يحسوا ان هم خدوا يوم مختلف كده في وسط الاسبوع، يوم اجازه، يوم أجازة. ودي حاجه كويسه عقبال ان شاء الله.